راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. دوسيي كابون. باش نحكيو اليوم على دوسي جديد في الكابون في الهوارية، بعد إزالة لجميع المخالفات الموجودة على الشريط الساحلي، وإلا إزالة لجميع الأكشاك اللي كانت موجودة على الشريط الساحلي في الهوارية. جاتنا الحقيقة تشكيات من بعض المواطنين اللي يتمتعوا بالعقد الإشغال الوقتي اللي نورمالمون تعطيه البلدية مع المواطن باش يشغل المكان الموجود للشاطئ. جاتنا كما قلنا تشكيات من سي شريف المواطن اللي الحقيقة ما تمكنناش أن نتصلوا به باش يعطينا ياسر توضيحات بخصوص الموضوع هذا، لكن باش يكون معنا بالتليفون سي محمد الشرشاري عضو مجلس بلدي بالهوارية. صباح الخير سي محمد. بخير على السلامة. مرحبا بك سيدي. نورمالمون يكون كان معنا سي عدنان لكن ماهوش امتنع انه يعطينا اي تصريح لاسباب او لاخرى. مرحبا بك انت يا سي محمد. اذا كما كنت قلت فما عديدة التشكيات من اهالي الهوارية اللي يتمتعوا بعقد الاشغال الوقتي مع البلدية متاعكم باش يكونوا موجودين في الشط في الصيف. العبيد هذه عندها قرابة 20 عام تتمتع بالعقد هذايا، اليوم في اطار التهيئة وما ورد بالبلدية انه باش يتم تهيئة الشواطئ وغيره وباش تعملوا تجميل، معناها تبدلوا الاكشاك هذيكي وباش تغيروا فيه. فما حالة استياء كبيرة من قبل المواطنين هذوما اللي الحقيقة قالك اني اليوم كي باش تخرجني من بلاصتي اللي نخدم فيها وين باش نمشي، شنية القرارات اللي انتوما باش تتخذوها ولا اتخذتوها من بعد ما تعملوا التهيئة والتجميل للشواطئ هذه؟ هل انه باش يرجعوا هما لأماكنهم وإلا لا؟ مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بالنسبة لل معناها الإشغال الوقتي كان معناها جلسة عمل المجلس معناها من طرف معناها مجموعة من مجلس البلدي على رأسهم رئيس البلدية مع وكالة معناها حماية وتهيئة الشريط الساحلي. هذا كان نهار الأربعاء 23 جار في 2019 ووافقتنا الوكالة على معناها إعداد مثال للإشغال الوقتي للشط القبلي بالهوارية. وفي نفس المناسبة طالبنا معناها من الوكالة أنها بصفة استثنائية أثناء نظرا أنه باش يكون الشط معناها ابتداء من العام القادم منظم وفيه مثال معناها يضبط معناها الأماكن متاع الانتصاب وكيفية الانتصاب وحتى معناها الكشك معناها اللي باش يقع باش ينتصب، يعني باش يكون عنده معناها مميزات خاصة. طالبنا أنه خاصة أثناء الناس هذيك اللي عندها أكثر من 20 عام واللي معناها هذاك رزقها من ثم، يعني ما عندهاش مورد رزق آخر وهي تتمتع بشهر، معناها عندها شهر تقريبا شهر ونص بالضبط، صفة خاصة السنة هذه يواصلوا في الإشغال الوقتي معناها للشط على أساس أنه معناها مع نهاية الموسم تقع إزالة الأكشاك هذه والناس هذيك تكون هي بريوريتير العام الجاي في أنها معناها تشغل الأماكن اللي بشيقة عددها وتكون هي معناها من الناس اللي تلتزم معناها بمثال الإشغال وتتمتع بالإشغال كالعادة. وإحنا من كما قلت لك معناها إحنا اللي طالبنا أنه يقع على الأقل بالنسبة للسنة هذه أنه تمتيع الناس هذوما بالإشغال الوقتي للشط، معناها سنين الناس هذوما بشي يخدموا على رواحهم. باش يخدموا على رواحهم إن شاء الله. باهي، ومثال التهيئة هذا باش يصير طول العام الجاي. المثال التهيئة هذا صعيب خاطر احنا كما قلت لك معناها الجلسة التأمت نهار الأربعاء 23 جون في 2019 ابتداء من العام الجاي باش يقع تطبيقه. ابتداء من العام الجاي باش يقع تطبيق. باهي، وباش تاخذوا بعين الاعتبار الاشخاص هذوما اللي نورمالمون كيما قلنا القوت نتاعهم من باهي. هذا هذا هذه طلباتكم كمجلس بلدي. لكن في نهاية الأمر عنا بعض التشكيات الحقيقة نحب نناقشك فيها سي محمد بخصوص الإزالة. فما بعض التشكيات من المواطنين اللي يقول لك حتى الإزالة متاعنا يتجيو فرد المرة، ذيلي نحكي على الغير قانوني، ربما يتجيو فرد مرة تنحيو الكشك الموجود يا جوست تنحيو له شطر الكشك من قدام وتخليوه من تالي ولا تكسروا له جوست البورتال متاعه من قدام وتخليوه، معناها فما تمييز بين المواطنين، هذا خاطره يعرف فلان وهذا خاطره يعرف فلتين، دونك ما نكسرولوش الكشك نتاعو وما نتلهوش بيه وما نمشيولوش. وكي يبدا واحد ما عندوش حتى حاجه ساندته نمشيو ديريكت
نهدموا له مورد الرزق نتاعو. شنو رايك في الموضوع هذا؟ في الموضوع هذا احنا اصرينا وشدين فيه انه قرارات الازاله الكلها تتنفذ وعلى الناس الكل مهما كان نوع. هذا موقف المجلس البلدي بمعناها واضح وكان صريح. يعني احنا عندنا معناها 8 ولا 9 قرارات ازاله، ما نجيش نزيل الخمسه من الناس على خاطر كما قلت معناها ما عندوش ما نجمش يتكلم ولا ما نجمش ما عندوش شكون باش يدافع عليه. لا لا، نزيله للناس الكل. باهي، وكي ترجعوا الناس الكل زيد. وكيف كيف معناها تويكا معناها بالنسبه للسنة باش يكون واضح وبصفه استثنائيه الناس هذوما باش يبقاو يخدموا، لكن في معناها ابارتير من عام الجاي اي مع اعداد الميثاق جديد الشط القبلي، دونك الناس الكل باش تلتزم بالمثال هذاك. باهي، باش تلتزم بالمثال هذاك، وكيفاش باش تراعيوا معناها اولويات الاشخاص هذه اللي كانت موجوده؟ الاولويات لانه احنا نعرفوهم الاشخاص، نعرفوا الناس المنتصبين. نعرفوهم بالواحد، ولكن الناس المنتصبين واللي عندها سنوات واللي مصدر معناها مصدر الرزق نتاعها اي القوت نتاعها من غادي الشاك هذيك بطبيعه مش هما على فكره هما معناها ابداوا استعدادهم وباش يلتزموا معناها بازاله الاكشاك هذيك، وعلى انهم باش يتمتعوا معناها بالاشغال الوقتي ويلتزموا بالمثال زاد بمثال تهيئه الشط. باهي، معناها الاولويه باش تقعد للاشخاص اللي هما ديجا متمتعين بالاشغال الوقتي باش تجددوا لهم الكونترا نتاعهم. اي بطبيعه في حاله التزامه بالمثال يعني هذا باش يكون وعد من عضو مجلس بلدي، على خاطر انت تعرف معناها قوه المنصب اللي انت فيه تو والمسؤوليه اللي تحطت على عاتقكم، انكم راكم تمثلوا المواطنين قبل كل شيء وباش تدافعوا على المواطنين قبل كل شيء وباش تكونوا انتم لسان المواطن في المجلس البلدي، معناها نحاولوا ما نقطعوش رزق برشا عباد. أكيد. ومثال التهيئه هذا نفرحوا به مش ما نفرحوش به، لكن في كنف القانون والناس كل تتمتع من غير محسوبيه والا تمييز. شكرا لك سي محمد الشرشاري عضو مجلس بلديه الهواريه، يعطيك الصحه، مشكور. راديو كاب اف ام، الاذاعه الاولى في الوطن القبلي.